The force on an area of 0.2 centimeter square is due to a pressure of 120 kilopascal and a shear stress of 20 pascal as shown in figure. Calculate the magnitude of the force acting on the area and the angle of the force with respect to a normal coordinate. ادي الشيت هيبقى عليه ده النورمال، هيبقى عليه فورس في اتجاه الواي، وهيبقى عليه فورس في اتجاه، لا كده الناحية التانية، في اتجاه الاكس. بعدين نجيب المحصلة، بس نحسب الأول القوة. الاف واي هتساوي البريشر في الاريا، والاف اكس هتساوي التاو في الاريا. البريشر 120 كي، الاريا 0.2 10 سالب 4 نفس الشيء، والتاو بس 20 مش 20 ألف، وبالتالي هنا 120 10 3 بوينت 10 سالب 4 2.4 نيوتن. 20 في بوينت يعني 4 10 سالب 4 يعني 0.4 نيوتن. حاجة صغيرة قوي، يبقى الفورس اللي هو الريزلتانت اف اكس تربيع مع اف واي تربيع، يبقى الجذر التربيعي ب 2.4 تربيع زائد، هنا كان 0.4 في 10 اس سالب 3، 20 في 0.10 سالب 4، فملي نيوتن أو 0.4 في 10 سالب 3 نيوتن. فهقول هنا كده يساوي 2.4 تربيع زائد 0.4 10 سالب 3 تربيع يساوي، تقريبا هتطلع نفسها اني 0.4 في 10 سالب 3 تربيع، حاجة صغيرة قوي، 2.4 وشوية اصفار كتير قوي. طب الزاوية هتكون ايه؟ كده ده اف اكس وده اف واي، هو عايز الزاوية دي اللي مع الرأس، هقول ثيتا شيفت تان او تان انفيرس الاف، ده كده يبقى اف اكس على اف واي، هو عايزها مع الرأس مش مع الافق، لو مع الافق اف واي على اف اكس، فشيفت تان 0.4 10 سالب 3 تبقى هتطلع صفر، يعني هتساوي 0.0095 درجة، حاجة صغيرة قوي. طبعا الفرق جاي، الفرق الكبير ده جاي من هنا كيلو باسكال وهنا 20 وباسكال، يعني ده قد ده 60 ألف مرة، فيعني الأفقي بالنسبة للرأس ولا شيء.